لا يا شباب، انا ما اجيكم الاستراحه الا نادرا، كيف تبوني اقط؟ عيب عيب، الاسبوع اللي فات جاي 5 مرات، قوي وجه انت. جيتكم ضيف مسير سير، جيب معاك اغراض، فسفس، عشاء، اي حاجه، ما تجي يدك فاضيه. خلاص يا عيال روقونا وغيروا ذا السالفه. المهم يا عامر، ابي سيارتك للي بحمل عليها اغراض بكره وبروح الحراج. هذا اللي ناقص، ما تبقى طم استراحة تتاخذ الهلي. اقول تلين بس بنروح انا وعامل المزرعة عليها الصبح. قم يا ودلع مشينا. وش تراها هلي وانا اتعامر اقول خلاص، منة الله ولا منة خلقه، اباخذ سيارات عمي. ايه لا تطقطق على الهلي، ها الهلي هذا اللي تطقطق عليه توك طالبه مني وانكرشت. يلا مع السلامة، امشي. مع السلامة. هلا صالح، اسمع 5 دقائق وانا عند باب بيتكم، لا تلطعني مثل ذيك المرة. ايه سريع سريع، يلا مع السلامة. الهلي ينسرك. الو، ليس المفتاح مع عمي؟ لا ابوي نايم والمفتاح معي. ياسف يا ابا، لا يصير بس اللي صار، ينقز برصيف ولا يلعبه. اقول لا يكثر بس، دزها للشرطه يلا. تكفى يا حضره الضابط، ابيكم تمسكون هاللي سرق سيارتي باي حال من الاحوال. ابشر يا عم، احنا بلاغك الحين وسجلناه وانتهينا، تقدر توكل على الله، واي ملاحظه ان شاء الله راح نتصل فيك اول باول. جزاكم الله خير، والله يكثر من امثالكم. الله يحييك. بسم الله. جزاه الله خير، جزاه الله خير. اي والله جزاه الله خير. وش جابوا ذهنا؟ وش دخلك بالعالم؟ امشي امشي، خلنا ندخل بس. السياره من وين سرقت؟ من قدام البيت، طلعت الصبح وما لقيتها. تكفى يا حضره الضابط تكفى، الهلي راس مالي رجعوا لي. ابشر ابشر، استماره السياره موجوده معك؟ الاستماره بالهلي بالهلي حاطها بالدرج. طيب حافظ رقم لوحه السياره؟ اي حافظها، دال لام ميم، لا دال لام نون. ذكرني باسمك معليش. عامر. الله يحييك اخوي عامر، عندنا يا عامر النظام، اي بلاق في اي سياره مفقوده لازم تحضر الاستماره الاصليه او صوره منها. معليش. الصوره موجوده عند الوالد بالبيت، ابو راح اجيب هوجي. يلا توكل على الله. يلا مشينا. عسى ما خليت السياره وضع التشغيل الا مخاليه وضع الطيران. انتظر، ما سالتك اسال ولدي. يقصد السياره انسرقت وانا نايم. بلا والله، من وجانك ولفك ودورانك وقعودك والاستراحه. الاستراحه ما لها دخل يبا، السياره انسرقت من عند باب البيت. ما خربك والله البيض المارج صويلح. افا انا يا عام. ايه انت. خلاص يبا، احنا نبي صوره الاستماره بنوديها للضابط. طيب تتمحد. تركي. ايه تركي، نسيت امشي بطب السياره وصرفته انا. انا متاكد انه تركي، نص واحنا استراحه هو اللي زالفه، الرجال حرامي. تقول صادق يا حضرة الضابط، تركي حسود، ومن يوم حنا صغار وهو ناشب لي بكل شيء. ايه بس ودي تعرفون حاجة واحدة، انه لو جبنا المتهم وحققنا معه وطلع بريء، له الأحقية ان يرفع عليكم دعوة في المحكمة. اقص رقبتي تاني مو بهو، وروحوا ما جاك علي. يا حضرة الضابط، تركي هو اللي سرق الهلي. يا عيال خويكم امسكوني، ما سويت شيء، ما ادري شنو مزين يا اخي. فزعة يا عيال، تكفون. عامر صالح يرحم والديك. اسحب عليه بس. انا يا عامر سارق سيارتك؟ انا تركي خويك. الخوي ما يسرق خويه يا خاين العشره. اسمع انت وياه لا تكثر كلام. تركي السياره اللي اخذتها وين وديتها؟ اعترف لي هالحين. المتهم تركي عليه بلاغ بسرقه سياره اخرى، اسم محمد بن سعد بن علي. هذه سياره عمي. وديتوك كيف؟ يلا ودي توقف، يلا بسرعة. ياهو يا عسكري يا عسكري، والله ما سويت شيء يا ابن الحلال. من زينك يا عم راسك سيارتك الهلي. بريء والله بريء. لا يا شيخ، بريء. كل الناس اللي تجون هنا يقولون بريء بريء.
معك تركي. معك مطلق. انت ايش قضيتك؟ لا ما سويت شيء، بريء زيك. يا الحبيب يا الغالي، انت ويا ولدك تركي ولد اخوي فشلني قدام ناس واج، انا وهو انا عمه سرق سيارتي مرتين، بس ايش تبين اسوي؟ وايش تبين اسوي يا الربع؟ ولد اخوي واخوي الله يرحمه موكلني عليه، طلبتكم يا الربع تكفون انكم تتنازلون عن القضيه. وشلون نتنازل والسياره ما ادري وينها؟ اكيد انه يا صادم فيها او شاب فيها، ولد اخوي عارفه زين، حقودي وحسودي وتذوب بعد تذوب، طلبتكم تكفون يا الربع تنازلوا على القضيه. والله ما تنازل. والله ما تنازل، لا تنازل خلاص، لا انت ولا ابوك لا تنازلون ابد، خلوا ولد اخوي يقعد بالسجن. اقعد يا تركي، اقعد يا تركي. الا يا عامر وين تركي مختفي كذا بعد ما زبدنا له ذاك اليوم؟ اخ بس اتركه عنك بس، ورا يا لادم اذا صار بهني جاسه. اوف اوف ليش يشبه؟ بعدين نعلمك وش مسوي، ركز باللعبة الحين. أقول لك يا عامر، بكم اشتريت الهيلي؟ وكيف قطع غيار، غالية ولا رخيصة؟ لأنه أنت عارف الوالد بيشتري واحد زيه. ألو. هلا عامر، أبغاك تجي مركز الشرطة بأقرب وقت، الله لا يهينك. أبشر أبشر. يلا ولد العم، ورانا مشوار بخصوص الهيلي. اسمع يا عامر، بعد التحقيقات والتحريات اكتشفنا ان تركي بريء وان اتهامك له باطل. متأكد طال عمرك؟ ترى حتى عمه ما سلم منه، عاد شلون انا؟ بالنسبة للموضوع عمه حضر عندنا هنا وتنازل عنه، ولا في اي سرقة بينهم، كان خلاف عائلي. ترى تركي رفع عليك قضية رد اعتبار وطلع من هنا، من عندي ما في طلعة. اتصل شوف لك كفيل يجي يكفلك هنا، ولا ما تفرح بالطلعة. ابشر ابشر، ابدق على الوالد يكفلني. الو، هلا يبا. حنا جيران ونعرف بعض في زمان، والله يهدينا وياكم، ترى الامر سهل ونبيكم تسامحونا. شلون كذي يا عمي؟ وش يقولون؟ ايش اللي موضوع بالسياسه؟ اسمع يا حاره، على كيفك يومين؟ يومين في السجن؟ يومين مقطوع اكل عدس ومويه وجاي تقول لي سامحونا؟ على كيفكم انتم؟ وكلها بسبه ولدك وهالملحوس صويلح. لا تقول ملحوس، بعدين عمك لينا كبك انك سارق موتره. الا ملحوس وزياده، هالهمر. شف ولد اخوي الكريم الحبيب النبيل رضي الوالدين تتهمونه بالسرقه؟ لا يمكن اسمح بذلك ابدا. لذا اذا تبغون نعفو عنك وعن اللي صار في اتهامكم ولد اخوي، تدفعون 50,000 ريال، 25,000 لولد اخوي و 25,000 لحضرتنا. وش قلت؟ عجيب والله. الله يعين، بس أنا عندي 10,000 مجمعها من سنين، وأنا عندي 30,000، والعشرة بدبرها إن شاء الله. العشرة ما يلزم الدبرة، عندي يزهلة. بيض الله وجهك. عدت على خير يا ولد العم، وقضينا موضوع تركي. إي والله، ولا كان بلشنا. لو ما أعطيتك عشرة سنة الحين بلش بعمرك. إيه لا تقدلنا. خلاص يا حبيبي، فلوسك ترجع لك. تعرف ارانا مصاريف والتزامات، ها منه الله ولا منه خلقه. قلت لك فلوسك ترجع لك. قضينا من الموضوع ذا مير، الى حين ما دريت من اللي صار هلوكس. لو ادري كان قعدت معك الذهين. شكش يا شخطير. قال ايش؟ قال شكش. قصر قبتي تنموه بشكش. تذكر احنا باستراحه مو قاعد ينشد عن قطعه غيار حقت هلوكس شرط انه على اساس انه ابوه بيشتريه لي. ما انت مصدق ابو شكش بيشتريه لي؟ إلا والله يا بياخذه ويقصقص ويبيعه. خذ العلم من تقول صادق. داور داور للشرطة، داور. اي متأكد ومية بالمية بعد على قصر قبتي تسانى مو بهو. طيب تقدر تفيدنا بأي معلومة عنه؟ ايه اقدر، واقدر اعلمك وين هو فيه بعد الحين. عامر يتهمني انه انا سرقت سيارته؟ ايوه يتهمك انك سرقت سيارته. وين حطيتها؟ انا؟ ايوه انت ما تفهم. شوف شوف الحين بيدخل عليه بيخرشه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. وين الناس مختفين؟ جن اختفي ويصلح قلبك بس. نسأل يا ابن الحلال، نسأل يا النفسية، ايش فيك قلبت علينا؟ دامك تسأل مشغولين مع اهالينا. اوكي اشوفكم من شباك البيت انت وصالح.
رايحين جايين بالسيارة. لا يا شيخ مسوي قافط انت وجهك. والله كلكم نفسية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا تركي هلا يلا حيا. تفضل تفضل. قم قم. قم انت وياه يلا. يلا يلا هناك 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 لحد جي. اقعد حياك الله اقعد. احب اقدم لكم مطلق. صديقي وتاج راسي واخوي. تدرون وين تعرفت عليه فيه؟ تعرفت عليه في مكان ما يعرفه الا قليل الخاتمة. واللي ما تنفع معهم العشرة. اعتبر ايش راحت راحتك خذ راحتك. انت الموضوع يا ابوي دام عرفنا المكان انت الموضوع. يا قوي وجه بعد ذا. اسمع تركي لا تقول له شيء ابد يفله خذ راحتك يا تركي. هلا والله هلا والله بمطلق. الله يبقيك يا هلا يا هلا. تغديت ولا لسه؟ لا والله على بطني على بطني من العدس اللي ضربنا فيه لين امتلأت بطوننا. افا عامر سم انجز انجز جيب العمك مطلق مندي نفرين لي وله بس نقز. ابشر ابشر نقز. ابشر ابشر الحين بسرعه. وانت يا صويلح يا الحصني سم قم قم صب شاهي العمك مطلق قم اخلص بسرعة تقعد تتبت. اسمع أنت وياه أنت وياه يا كفتة وياسر أنت بالذات ما لكم دخل. لا حد دخل الموضوع طيب مفهوم. وانت كفتة ياوة كفتة بالله دق على شكوش ياوة. جواله مقفل غريبة ما هي من عوايد شكوش يقفل جواله. يمكن انه مات يا اخي. اذكر الله وش اللي مات انت وجهك. لانه اي واحد يقفل جواله يجيني احساس انه صار له حادث ومات. يرحم والدينك لا عاد تحس ابدا خليك ساكت. نسوي وش نسوي. دق مره ثانيه يمكن شبكه. الحين وش الوضع مع تركي؟ شكلي مزمد له. لا لا انتبه تركي فضيحه بعلم عيال متهمين ومتهمين شوكش بالسرقة وإن ما نستحي ولا نقدر الخوة. طيب وش العلم؟ العلم سلك له لين تثبت التهمة ويعرفون العيال إنك ما اتهمت لو أنت صادق. إيه هذا شورك؟ هذا شوري ما جاك عندي. أجل شورك وهداية الله. الله يغبني. مردودة مردودة. عبد واسع صدرك عليك. أنت ما شفته شو يقول؟ بس حركاتك امس مع عامر وصالح والله ما لها داعي وخاصه قدام الضيف. انا ما اسوي شيء ياسر للهدف. كيف يعني؟ شوفوا قد شفتني يا ياسر اتامر عليك انتو كفته. لا والله بس لو تكرمت يعني تعلمنا وش السالفه. الله لو تكر شوف 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 الاسلوب اسلوبك رائع انت يخليني اصالحك يخليني اعطيك كل اللي عندي. شوفوا يا جماعه أبا أقول لكم كل شيء بالحرف عن عامر وعن صالح. كلنا منصدمين من اللي سواه فيك عامر وتركي قبلك. كله من ذي يا صالح. إي والله أنك صادق. هنا المشكلة عامر يصدق صالح في كل حاجة لأنه ولد عمه. الله يعين. المهم يلا هنا ماشيين تبي نجيب لك أكل من البيت من المطعم. إي وأبا أكل. إيش تبغى؟ سوشي. ما هو؟ سوشي. الحين السوشي ما أكلته أنا وأنا برا السجن. تبي أجيب لك سوشي هنا وسط السجن؟ المهم جيب لك سوشي حقكم ان شاء الله ما انتو يغمش. وبجيب لك معصوب. يا ولد العم الله اني ودي اقول لك شيء بس انت ردت. اخلص ايش عندك؟ عن الهلي. لا تقول اللي زرفها ياسر ولا كفته مو بشكش. لا لا دا ولا دا. ما بقلت تشك في ابوي انت. ايه تراك نكبت ام العالم. الله يصلحك هالموضوع اسهل من كذا. اه وش عندك يا اسهل من كذا؟ تذكر يوم طلعنا انا وياك من استراحه؟ يوم يطلب منك ترك الهلي وكرشته؟ ايه اتذكر قبل 3 ايام. الله عليك انت رجعت معي للاستراحه او لا؟ الا بس من وين اخذتك انا؟ دزها يلا. وعقبه رجعتك البيت مو سير ناخذ متارك من المحطه.
باكر وعدنا الصبح ومره نطلع جميع للمزرعه. ابد ازهلها يا ولد العم. ورا ما قلت لي انك من سيارتي بالمحطه. والله ما تذكرت الا البارحه العصر، ومن وقتها ما ادري شلون اقول، خاصه عقب ما انا كبت انت تركي وشكش. آه يا شيخ، متذكر من امس العصر ولا علمتني؟ وبعدين تعال، انا اللي نكبت تركي وشكش ولا انت؟ الله اني مستحي منك يا ابو دلعم، بس ابشر بالعوض. ابشر بالعوض ها؟ دزها، دزها المحطه دزها. شو اسوي الحين؟ دزها. نلقاه نلقاه. وين سيارتي؟ متأكد إنه موقفها هنا؟ إي والله مهيب وشكلها سرقت. دزينا دزينا. جو 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 جو. المعذرة طال عمرك، الهلي كنت ناسيه عند المحطة، ووقتها كنت أحسبه إنه انسرق، بس المشكلة الحين إنه انسرق صدق. انسرق؟ يعني الحين تبي تسوي بلاغ مرة ثانية؟ إيه. عسكري دخل الرجال اللي حصل السيارة قبل شوي بسرعة. ما شاء الله لقيتوا الهلي. كفو بيض الله وجيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير. يلا حيه أبوي. أي أبوك؟ أبوك حصل السيارة بالمحطة قبل شوي وجابها وألغى البلاغ. الله يعطيه العافية. الله يعطيك العافية يبا، ما قصرت. عسى الموتر ما في دكشات. لا والله وأنا أبوك الدقشات براسك. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا. الحمد لله إن لقينا الهلي والأمور انتهت على سلام. تمرنا بشيء؟ لحظة، نامر على أشياء. وين رايح أنت؟ أنت متهم أخوياك إنهم سارقين السيارة ومزعجنا ببلاغاتك الكاذبة وتبي تمشي على طول؟ والمطلوب؟ المطلوب نبيك تجلس عندنا شوي. أنا؟ إيه أنت. الله يكون بعونك يا عامر، لا تنسى عشره اللي أبي منك. لحظة، خلك معاه. طب عادي خلي ابوي يكفني. ام عاصي يا هالكوخه ما لي مكافلك. توصفيه وتكفى يا حضره الضابط، هو ولد عمه. هذول ادواهم عندي ان شاء الله، لا تشيل هم يا عم. توكل على الله. عسكري ابلش. اركض بديتي.